ومن الركن الأحمر الستايل كاراتيه زايد موتاي، الطول 174، العمر 28، من لبنان محمد غرابي. طبعا هذا اللقاء أعزائي المشاهدين، طبعا نصل إلى ختام واللقاء الأخير في بطولة ديزرت فورس على ام بي سي اكشن ومجموعة ام بي سي، في اللقاء الختامي ما بين منير لزاز 77 كيلوغرام، طول 187 سنتي، تخصص ام ام اي من تونس، ومحمد غربي في الركن الأحمر وزن 77 174 سنتي، تخصص كوشينكاي اند موي تاي من لبنان. طبعا محمد غربي كان المفروض يلعب على المباراه في ديزرت فورس جده، لكن معسكره في تايلاند رجعوا بانفكشن، التهاب في رجله، سوى فيه عمليه وعطلوا عن المباراه، لكن الان يبدو صحيح الاثنين ولا توقفوا عن اللعب فتره طويله. فهذا راح يكون يعني لقاء قوي ما بين الاثنين، يعني رجوع لزاز الى المباراة منتظرة بين نعم قفص ديزرت فورس راح يكون، والكل كان مترقب هذا اللقاء ما بين بطلين واللاعبين، كلهم رائعة صحيح. من يا ترى راح يحمل درع وزن 77 الدرع وزن وزن 77 كيلوغرام؟ اوه ضربات قوية، ركلة قوية من غربي، الاثنين متخصصين اكثر في الستاند اب. طبعا منير لزاز يمثل تيم نوغيرا دبي، وغربي يمثل تيم شوغن صحيح في لبنان. اوه من متابعتي لمنير لزاز، طبعا استعداده كان قوي لهذا اللقاء بحكم انه توقف فتره طويله عن المشاركه، اصيب في قبل احدى الجولات، اللي طبعا جوله ابو ظبي. الاثنين ابطال اقوياء صراحه، وكل انا من اشد الناس اللي منتظر مباراتهم ضد بعض، كلهم لهم ناك اوت كثير، كلهم عملوا ناك اوت لاعداد كبيره. حركاته كاراتيه حركه من ويردها منير لزاز نفس الفكره، وتوزيع ابتسامات ما بين الاثنين في الجوله الاولى اللي مر عليها تقريبا دقيقتين. مباراة حماسية، توجيه لكمة من لزاز لوجه غربي. طبعا الاثنين من افضل المقاتلين العرب، قتالية مختلطة، حركة جميلة جدا من لزاز، يسقط فيها غربي على الارض، لزاز يوجه ركله قويه الى غربي. دفاع جيد من غربي، طول يد لزاز، لزاز طبعا يساعده في انه يوصل للوجه. قويه، سيطره جانبيه من منير لزاز، من منير لزاز قويه قويه. منير يبدو هادئ، يبدو يفكر كويس قبل ما يتصرف. راح تكون جديدة علينا إذا منير راح لحركة استسلام، متعودين أن نشوف فيها نوك أوت. أنا أتوقع منير حيضرب في الأرض أكثر من يحاول يسوي حركة استسلام إذا اعتلى صدر اللاعب في حركة الفول ماونت. لكن شوف غربي يحاول أنه يحد من فعالية حتى يوقفهم الحكم تايم. منير يستمع الى توجيهات الحكام او توجيهات المدرب. نعم سيطرة على اليد، محاولة ضرب حلوة من منير. نورث ساوث، انتقال جيد من منير لزاز قبل ما يخسر الوضعية. حركة الشمال الجنوب هذه يعني من الحركات اللي مش مؤذية لكن هي مزعجة، يعني أنا التخلص منها صعب كثيرين ما يحبونها، لأن تعرف يعني. لكن قوية من غربي.
وقف على رجله. وقف على رجله. أوه. أوه ركلة قوية للجهة اليمنى من منير. هو من خجارية لغربي ما زالت تساعده في مواقف كثيرة. لكمات قوية بين اللاعبين. غربي. غربي مسيطر في قوية. 29 ثانية متبقية. غربي مسيطر بشكل قوي في المباراة ولازال بيحاول انه يقاوم. اكيد. مباراة ونزال رائع. في جولته الأولى. حلوة من منير. من منير. 10 ثواني. محاولة تهدئة الوضع بالثواني الأخيرة من اللاعبين. انتهت الجولة. أخلاق رياضية حلوة من اللاعبين. نزال جميل ورائع. جولة في جولته الأولى. جولة أكثر من رائعة في رأيي. في على الواقف كانت سيطرة في النهائي. شوف شوف الإعادة. هذه كانت هذا سبب السقوط. شوف لكن رد عليها بدفاع جيد منير وسيطر على محمد. ضرب عدة ضربات منير في الأرض كمان. دفاع قوي من منير في حركات. غربي أنهى الجولة بشكل رائع. تفوق منير في حركه الاسقاط وسيطرته على في الأرض. على لكن غربي. لكن غربي انهى الجوله بشكل رائع. صحيح انهى بسيطره وعده لكمات متواصله. طبعا ضربه من غربي من البلدوزر ممكن تنهي المباراه. جوله ثانيه راح تكون ناريه اتمنى. انا صراحه متحمس بشكل مو طبيعي يعني. ما نفسي اوقف. حكم اللقاء طبعا في هذا النزال الاخير هو فابيانو سيلفا من البرازيل احد مدربي رياضه الجوجيتسو في نادي ارينا في جده. خبرة ممثل امريكان توب تيم. نعم صاحب خبره كبيره في الفنون القتاليه المختلطه سواء كان الجوجيتسو او ام ام اي. له عده مباريات فوز. لو فوز ريكورد في 20 ثانية أو شيء كذا يعني. صحيح. تبدأ الجولة الثانية. أوه. هجوم جولة حماسية من البداية. من منير يبادلها. أوه. بهجوم ثاني. مستويات رائعة صراحة على الواقف في الأرض. أوه. ركلة من محمد. أوه. علوية من أوه. قوية. ضربات متتالية من اللاعبين. كل واحد فيهم يقول الثاني انا احسن على الواقف. من محمد. من منير. ابتسامات رائعة بين اللاعبين. يضحكوا البعض يكلموا بعض يقول له انا احسن منك انت احسن. ما بتعورني هذه انا افضل. يمين شمال من الاثنين يعني مباراة حماسية قوية. وفي سرعات في الضرب مخيفة. صحيح. طبعا غربي يمثل فريق شوغان في لبنان ومنير لزاز طبعا يمثل فريق نيوغيرا تيم. هذه حلوه. اسقاط من غربي لمنير لزاز. محاوله باس لغربي. باس قوي. مسك الراس جلتين. نهوض من منير. قوية لكن يطلع طلع منها. نعم للسايد كنترول طبعا كنترول. غير مؤثرة لما تكون من السايد من السايد كنترول. يحتاج مؤذية لكن مش مؤثرة كثير. يحتاج يدخل ركبته في البطن عشان تكون مؤثرة. صحيح. غير كذا ما حتكون. صحيح. ترانزيشن جيد من منير يدل على تحسنه في الجوجيتسو. وضعية جانبية سيطرة من منير لزاز. الآن غربي يحتاج انه يا اما يعمل ريكفر للفول جارد. نظرة منير لمدربينا تبين انه هو يعني عارف شو راح يعمل. كأنه يعني بيلعب بلاي ستيشن. بلاي ستيشن. الكوتش بيلعب بلاي ستيشن في المباراة.
بس الهدوء مهم في المباريات اللي مثل هذه. يطلب الحكم طبعا وقوفهم طبعا لعدم فعالية في الأرض. أوه فين كيك فاين. يحذر من الاثنين الان. اوه طبعا الفرونت كيك اللي شفناها طبعا اشتهر فيها اللاعب اندرسون سيلفا اللي طبعا احد اعضاء فريق نيوغيرا تيم واللي حضر لدبي وشاف التقى طبعا فيه وفي اللعيبه. اوه حلوه من منير قويه من منير. هجوم قاسي من منير لزاد وحاول والان رد من اخذ رد. مباراة نارية نارية يا محمد نارية. ايش هذا؟ مباراة رائعة ما فيها هدوء ما في ما احد ما يعرف يقعد على بعضه. هذه اي لحظة ممكن يحصل ناك اوت. هذه نزالات هذه نزالات الدروع الدروع نعم. هنا تقبل بالديسيجن بكل اريحية. هجوم قوي من كلا الاثنين واستعدادات رائعة من الاثنين. مهارات عالية جدا. هدت شوي حسدناهم شكلنا. هو من يحمل الموضوع لازم يهدوا شوي عشان لا يتعور اللاعب نفسه لانه ممكن مع كثره الحماس سبب تضرب تطلع حركات خاطئه من اللاعب. صحيح. تفصلنا دقيقه عن نهايه الجوله الثانيه. اوه منير هجوم من منير ورد من غربي ضربات على الجسم يردها غربي. حلوه منير لكن ما في وجه غرب يا قوية. قوية من منير لساد على وجه غربي. قوية من منير لو كمل حيث ممكن ينهي المباراة. انتهت المباراة بفوز منير لساد. ألف مبروك لمنير لساد. مباراة قوية ورائعة تستحقها في الجولة الثانية بحركة نوك اوت بإيقاف الحكم. ألف فوز رائع لمنير لساس. مباراة رائعة من الاثنين ممتعة. يحصل طبعا منير لساس على درع وزن 77 كيلو جرام. يسجد منير لساس شكرا لله. شوف I'm gonna make it.